طلع رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي من رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ الحلول الخاصة بقضية صعدة برئاسة عبد الملك المخلافي، اطلع على نتائج أعمال اللجنة وزيارتها لمحافظة صعدة ولقاءاتها بقيادة أنصار الله ومناقشتها عدد من المواضيع والقضايا التي سيتم الاتفاق عليها، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. الرئيس هادي الذي ثمن في اللقاء جهود اللجنة أكد ضرورة مواصلة العمل من أجل تنفيذ الحلول المناسبة لهذه القضية في إطار الجهود المبذولة لحل كافة المشاكل في اليمن، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق الأمن والسلام في ربوع الوطن وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك باعتباره المخرج الوحيد والآمن لليمن للعبور إلى المستقبل وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تستوعب كافة أبناء الوطن.